هو الطبق. هاي نيفين. هلو هلو، هلو هلو، ازيك يا مي؟ انا تمام يا روحي، انت عامله ايه؟ تمام. عايز اقول لك، من انا بتابعك من وانت شايف ماي 1 وشايف ماي 2 على من انستغرام، وانت ومن صغيره. زمان، من وانا صغيره بالظبط كده. حبيبه قلبي، قولي لي يا نيفين، الشوبينج بالنسبه لك، شوبينج الاكل ايه بقى؟ تنزلي السوبر ماركت بتجيبيه ازاي؟ السوبر ماركت انا بالنسبه لي متعه وفن وثقافه، خصوصا ان انا عايشه في ابو حلوة. ظبي، الله، فلما بنزل السوبر ماركت بشوف حاجات كتير جدا من بلاد مختلفه جدا، متعة فبالنسبه لي وفن كمان وثقافة. الله، وثقافه بالظبط. انا بالنسبه لي فرحتيني، السوبر ماركت والله فرحتي قلبي مش كده. اي حد يعرف يشتري، يعني عارفه انا بحس ان في ناس بتشتري ارخص حاجه، في ناس بتشتري اغلى حاجه، وفي ناس بتشتري اطعم حاجه. انت بتشتري ايه؟ اطعم حاجه، مش فاهم. اطعم حاجه، مش لازم اغلى حاجه. انا هدوق مش معاكي اغلى على حاجه. سيره الطعامه وانتي بتكلميني، احنا عاملين كريب سوزات، هدوق وانتي بتقولي لي انتي بتتسوقي ازاي. اوكي، يلا، عشان انا ايه طبعا هننهي الحلقه معاكي. انا بحط الليست قبل ما انزل، الحاجات اللي انا محتاجاها اللي هي البيزكس، وطبعا طول ما انت ماشيه بقى في السوبر ماركت بتجيبي حاجات تانية خالص غير اللي في الليست، ده العادي، انت كلنا بنعمل كده. ولو في اكلات جديده او وصفات جديده لازم اجيب الوصفه الحاجات بتاعتها، وبروح عن الخضار والفاكهه اشوف ايه الحاجات الجديده اللي ناس، وبدور على الحاجات المصري. لا ده انت دايما. عندك يعني الموضوع علم ودراسه. ايوه، بقول لك فن ومتعه وثقافه. انا حبيبه بالنسبه لي قلبي، كذا طيب انا هختم بالجمله الحلوه دي، انه الشوبينج، بشكرك على مكالمتك، انه الشوبينج فن ومتعه وثقافه، هي بتتسوق زيي، انا بحب انزل اتعلم واستمتع واشوف ثقافات بلدان تانية من خلال مكوناتهم، لما نشوف الكاري الهندي، لما نشوف الترياكي صوص، احنا كانه بنلف العالم في السوبر ماركت. ايه رايكم في الطبق ده؟ مش هحكي لكم على طعمه، يعني خدني لايام الطفوله. ليه؟ لانه احنا كنا دايما نعمل حاجات كتير، حلويات بالبرتقال، صح، واحنا صغيرين. طعمه يجنن. جربوا الوصفات دي، الحلقه بتنزل على اليوتيوب، المكونات تحت الوصفات مش في الحلقه الكامله. بحبكم النهارده، خدنا وقت زياده، انا اسفه، باي.